يعني لنعيش من أجلك، لنعيش من أجلك. والوداد ترد، الوداد ترد، يعني جميل جدا، يعني المعطيات مثيرة، المجد يعني أشياء مثيرة للغاية في هذه المقابلة. فيعني الوينر من الويد بوكا جينيور، وديربي بسكتاس وغلطة سراي بتركيا، والأنتر والميلان بإيطاليا. فهذا أفضل أفضل ديربي عربي وإفريقي، والصور أمامكم ممتعة، أمواج بشرية خضراء وحمراء، وصور حضارية رائعة. هذا هو المغرب، جماهير ولاعبين ومؤطرين وسلطات. الإيطالي كازيريتو يقود هذه اليوبيدوتان، وبركات والرجاء تسجل عودة المتولي الذي يعود بعد التوقيف عندما 6 شهور بعد مباراة عرفت أحداث التعادل 23 مرة 0 لمثله، 12 مرة كان خلال فريق الرجاء مستقبل، من ضمن 50 تعادل كما قلت 50 تعادل سلبي، وربول من التواجد بالقابين مثيرة للغاية. ارتقاء، انطلق المقابلة، الحارس مجدي، الحكم يقول تماس، تماس بعدت او ضربة خطأ، ضربة خطأ ودادية تنفر بسرعة، ماذا سيفعلها كي خروج موفق، شا محاولة المرور، هذا الصالح يمكن المرار، جميلة، ماذا سيفعل؟ هناك ولكن رائع هذا المغري، يتوصل هذا عيد العريف، لاعب بإمكانه إيجاد الحلول أو أنصاف الحلول. يتعرف من جديد، نتذكر هدف جميل الموسم الماضي، يتعرف من جديد، جدار بشري رجاوي، تقريبا 7 ديال اللاعبين بباطن القدم كاد ان يفاجئ الحارس من جديد. هذا العلوي تجربه عامه او النسبه المئويه من حيث المناعه، اعطاء الطمانينه، وكذلك جعل باقي اللاعبين يناقشوا الحياه من طرف المنقاري، محاوله لتجاوز دائره الوسط، تقريبا لاحظوا 5 6 ديال اللاعبين، وهناك ممر فارغ، هناك سقاط مشى، ولكن تبادل جديد، انما رجوع بسرعه. بالامس ابن الرجاء سابقا، هو اليوم في الوداد يلعب من اجل القميص الجديد، انما ذاكرته اخر اخر لقب حضرت له مع فريق الرجاء يعود لسنه 2003، وكان ذلك بمدينه كاروا الكاميرونيه في نهائي تاريخي لكاس الكاف، وقتها كان مدرب اوري ميشيل، والمقابله انتهت 0 لمثله، واللقب كان رجوي. عيد العريف، يمرر والوداد تفتتح حصه التسجيل، يمرر والوداد تفتتح حصه التسجيل، والمسجل ابن الرجاء سابقا محسن ياجور يشعل الفتيل الاحمر في نصف الملعب، ياجور 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 يرجع من جديد ويشعل الفتيل نصف الملعب، مركب رياضي محمد خالد بن الدار البيضاء، ربما هدف تاريخي للاعب ياجور الذي مر جانبا، انما مر جانبا لما تالق مع الفريق الوطني في كاس العالم 2005، تعال الوراء، ولكن لما ياتي للفرق الكبيره انتعش. لاحظوا ماذا فعل عيد العريف، لاعب بامكانه ان يقلب فتيل، يقلب مقابله راس اللاعب، مر من النفق الضيق، مضاف منقص، مر كره عرضيه، محسن من نقطه ضربه جزاء يركن كرته بشكل صحيح في الممر الايمن، ويشتعل فتيل الالوان البيضاء والحمراء، والوداد متقدمه منذ الدقه 29 بهدف لاسف من زوايا متعدده، يعني يمكن نقول الوداد ناموس. تصور معي، هذه اسماء وازنه يلزم فقط تنظيفها بشكل صحيح طرف مدرب الفريق. كره ياجور، هذا واحد من النقاط المضيئه في هذه المقابله، ياجور ينزل يستاد، 25 سنه كما قلت تالق في 2005 مع المنتخب الوطني في كاس العالم في هولندا. ماذا سيحصل؟ الحكم يامر، سقاط ياجور، الوداد تتقدم في المقابله. الليوي تعودي بايلا، بايلا الان يراوغ ويحصل على خطا، خطا حذري، جمال العلمي او تدخل، مفترق المقابله، مفترق المقابله، ما لم يكن في حسبان كارزيتو. الان ضربه خطا، حسن طيار، هدف خطير لفريق الرجاء البيضاوي، محسن متولي، اكتوبر من موسم 2010، محاوله في موسم 2006 2008.
المقابلة، خصوصا بعد طرد مؤدي لجمال علوي، لكن ضد مجرى المقابلة مرة أخرى الوداد تستفيد من ضربة خطأ وتحقق فوز كبير، فوز أتى في اللحظات الأخيرة لم يكن في البال والحسبان.